صحيح يا دولا، انت امبارح يا عم في القهوة صاحبت الناس الكتير قوي دولت بسهولة كده ليه؟ خدت بالك يا ده رمزي؟ تعرف انا يعني ميزة عندي الحمد لله، يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه، بس انا طول عمري اجتماعي، بحب الناس، وعشان كده عارف ايام الجامعة. ياه يا دولا، تخيل يا دولا انت عمرك ما يبان عليك العالم خالص. انا غلطان ان انا بتكلم مع جزمه زيك. انا اسف يا دولا، انا اسف، بهزر يا عم، بقى بهزر بقى، كمل يا دولا كمل. ايام الجامعه ده رمزي، يا فكرتني بايام زمان. عارف كنت اشهر واحد في الجامعه، كان كل الناس بييجوا يصاحبوني، كان عندي اجنده كده اهو بتاع التليفونات مليانه نمر، ومش بكتب بس النمر والاسماء، لا بكتب اوصافهم عشان ما انساهمش كمان، يعني انا مخي مش دفتر. لدرجه انهم في الجامعه ما كانوش مثلا بينتخبوا اللي هو بتاع رئيس اتحاد الطلبه، لا كانوا على طول بالتزكيه يرشحوني، هو عادل سعيد هو رئيس اتحاد الطلبه فيرشحوني على طول يعني. الله يا دولا، محبوب انت يا دولا. طب هي بقى النوته دي اللي بتاعت اصحابك؟ لا دي نوتة صغيرة بس نقيت منها أعز أصحابي، أنا كان عندي أصحاب كتير جدا، بس إيه مليين أجندة كبيرة جدا، فاختصرتها ولميتها في الأجندة الصغيرة دي، وسيبني بقى عشان عايز أعمل شوية تليفونات أعزم ناس عندي يوم الجمعة بإذن الله من أصحابي بقى. يلا دول. طب وأصحابك بقى دول هم يعني كلهم أصحابات بازارات زيك كده؟ لا، في منهم رجال أعمال، في منهم سياسيين، في منهم فنانين، لعيب الكورة. لا ما تقولش لعيبة كرة. تعرف أبو تريكة؟ أبو تريكة ده يا ابني حبيبي، أبو تريكة وأخو تريكة وخال تريكة وعم تريكة كلهم حبايبي يا ابني. الله يا دولا، أنا بموت في أبو تريكة دول. دولا أنا بقى طبعا يعني من أصحابك وحبايبك دول هم، صح؟ الله يا رمزي، أنا كان بودي أعزمك بس للأسف ما لقيتلكش تليفون أكلمك أعزمك فيه يعني. أصيل يا دولا، أصيل والله وشهم، وبتحاول تبلغني. طبعا بحاول ابلغك، عيب يا ابني انت ابن عمي، بس يعني هعمل ايه، انا مجبر على ان انت تبقى ابن عمي، انا مش بنيتي ولا بمزاجي ولا باي حاجه، وسيبني بقى دلوقتي عشان عايز اكلم صحابي. ماشي، دول هو انا يعني من اصحابك اللي بتحبهم قوي قوي دول هم ولا ايه؟ من صحابي اللي مجبر عليهم عشان قريبي، لكن لو مش قريبي ما كنتش هتبقى اصحاب ولا حاجه، فخلاص سيبني اكلم صحابي بقى لو سمحت. ماشي يا ابني. ايه اوبا، محمد بديع. محمد بديع ده يا ابني كان بياخد رأيي في أي حاجة قبل ما يعمل أي مشوار، أي حاجة على طول يكلمني، ياخد رأيي، يقول لي إيه رأيك يا دولا، أعمل كده ولا لا؟ أقول له أتكل على الله. محمد بديع فظيع فظيع. سلم لي عليه يا دولا. أنت تعرفه؟ لا. يبقى خلاص مالكش دعوة، مالكش دعوة بصحابك. ألو؟ أكلم الأستاذ محمد بديع والله؟ ها؟ سافر؟ سافر إيه؟ سافر فين يعني؟ هاجر. ازاي ده ما قاليش يعني ان هو هاجر ولا مسافر ولا حاجه؟ ها هاجر من 10 سنين. لا 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 خلاص، لا ده انا كنت صاحبه وبعدين ما بقيتش صاحبه يعني. طب شكرا شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. ما بيقوليش على كل حاجه، ما بيقوليش. انت بتكلم لي صفوة سعد يا معلم، عارف ده بقى؟ ده آخر الرجال المحترمين، ده كان صاحبي جدا، عارف الوحيد اللي ما كانش بيرضى يغش في الامتحانات خالص، وكنا نقعد نقول له يا ابني ليه ما بتغشش؟ يقول لك لا، لا أحب الغش، لكن بعد كده بقينا احنا اللي بنغش منه وقت طول الوقت، بس كان ده فظيع فظيع. صفوت؟ طيب، سلم لي عليه يا دولا. أنت تعرفه؟ لا. خلاص ما تتكلمش خالص. ألو صفوت، صباح الفل يا معلم. إيه؟ صفوت؟ هو صفوت فين؟ خد منك فلوس؟ ومش لاقيه، فين يا هربان؟ لا 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 حضرتك، احنا هنا جمعية البحث عن الهربانين. ايوه لو عايز اي حاجة بقى كلمني. شكرا شكرا شكرا. دولا دخلنا الجمعية دي والنبي دولا بنفرين. ولا انا حاسس من ساعة ما انت قعدت جنبي وانت فاقرني مش لاقي ولا صاحب، راحوا فين؟ راح اسكت بقى. صلاح هشام يا معلم. ايه ده صاحبك بردك؟ امال ايه، صلاح هشام ده عارف ده اخويا. ايه ده انت ليك اخ اسمه دول؟ انا اول مره اعرف. وابن عمي ابن عمي يعني انا عادل سعيد، يبقى اخويا اسمه صلاح هشام، زي اخويا يعني، زي اخويا. دولا سلم لي عليه. انت تعرفه؟ لا. اسكت خالص اسكت خالص. الو ابو صلاح، صباح الفل يا معلم. الو طيب مشغول قوي، اصل راجل اعمال ناجح جدا، ده محتكر السوق كله يا ابني. انه سوق دولا ده؟ انا عارف، اصبر اصبر. الو ايوه. ها
عادل سعيد. الو 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 وانا رمزي. انت وراك حاجه يوم الجمعه الجايه؟ اعمل ايه؟ والله ما عارف يا رمز اعمل ايه. طب بص بقى دولة بقى، ابو الرماميز وافكاره، انت تروح تعزم صحابك اللي هناك دول، هم مش انت بتقول عليهم ان هم اصحابي جامد قوي؟ هم اصحابي زي ما انت شفت، يعني بستقبلهم ازاي، بيتكلموا معايا ازاي، لكن برضو يعني مش معقوله معرفه بقالها وقت قليل، مش بقالها كتير، ما اقدرش ادخلهم بيتي كده على طول. يعني بقول لكم يا رجاله، في النهارده واحد مخبر جه سال عليكم وعمال يطقص كده من شويه يعني، والمعلم عرف بالموضوع وبيقول لي ايه، زحلقهم من القهوه عشان ما يعملوش اي قلق في القهوه يعني. جراد انت، انت قلت الذوق بتاعتك ده، انت والمعلم بتاعك ده ياه. امسك اعصابك، بتقول ايه؟ اسمع يا، ما تخلينيش اغوث لك انت والمعلم بتاعك واضيع فيك سهل الشباب في اللومات. وادي خلينا اغوث. طيب غد اطفال اخنا، حتى حالة طبك انت يا عم المكواجي، ركب لك جلدة بقى يا دول. اسمع كلامي زي ما انا بقولك كده، العنوان بيبان من جوابه يا دولة. بص الناس دولت انا ليا نظرة فيهم، الناس دولت محترمين وخدها مني. والله هو من ناحية محترمين فيمكن اول مرة تقول حاجة صح، فعلا محترمين محترمين يعني، ده بلا ادنى شك. كمان هتقول ادنى شك، كنت ايش عرف؟ بس بس كفاية خلاص، قلت محترمين خلاص. منورينا يا رجال. عدول انا فاكرك. افتح لي المطوى خلينا غزله. صاحبنا يا الله يخليكم. اهو فتح اهو، اتفضلوا بالكم ومطرحكم. والله يعني انت حضرتك رايك ان انا اغير الكالون بتاع الباب؟ تغير الكالون؟ ده فتح من اول مفتاح على طول. لا لازم تغير الكالون. وبعدين ابو اخسه غلط، انت كده تتشقت تتشقت، العيال ولادي الحرام اللي مالهمش في الصنعة ممكن يقسطوك وياخدوا السبوبة. افتح لي المطوى خلينا غزوا. والله يعني مش عارف اقول لكم ايه، اتفضلوا يا جماعة انا مش عارف، متشكر جدا على النصيحة الغالية دي، فعلا فعلا اصحاب يعني. الله يا دولة، الله شايف يا دولة الناس اللي قلبهم عليك، ده انت تاخدهم من ايدهم كده هون وتوريهم باب المحل بالمرة. والله سلام. مزه واكل، واضح ان انت صاحب مزاج قوي يا دولة. لا ده انا بتاع المزاج كله بقى معلامه، وادي الاكل وادي الحاجه الساقعه. ايه ده، نسيوا يجيبوا الفتاحه بتاعه الحاجه الساقعه. بص بقى هروح اجيب لها لكم ثانيه. اثبت بعينك، ما تخلينيش ما تخلينيش اغلطك، افتح لي المطبخ خلينا اغلط. هتعمل ايه؟ اهو ما شاء الله ما شاء الله حضرتك يعني مصبره مصبره. اسلم اسلم. يا سلام بابو. ايه ده، انتوا مربيين بسه بتبسبس هنا ولا ايه؟ لا لو سمحت دي المدام، بعد اذنك ما تغلطش. ها عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ انا قاعد مع اصدقاء الطفوله، ما صدقت اقعد مع اصحابي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، هو اني فيهم الراجل المحترم ده اللي هو كان متقدم لسناء، اني فيهم؟ ها استني انا هروح اقول لسناء انه هنا. لا 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 تقول لنا ايه، لا ده هو اصله خلاص اتجوز، انت عارفه دلوقتي البني ادمين المحترمين بقوا عمله نادره في البلد. طب طب شاور لي عليه عادل، اني واحد فيهم كده الطيب ده اللي هو اللي على الشمال خالص اللي عمال بيضرب في الفرخه ده، شايفه؟ اللي هو لابس المنديل بتاع الخدامين ده. يلا بقى خش بقى خش بقى، عايز اروح له. طب اني واحد فيهم بقى اللي كان مقطع السمكه وديلها؟ اهو بصي اللي مقطع ازازه الحاجه الساقعه ده، هو ده اللي كان مقطع السمكه، بس يظهر السمكه ازيت ولا حاجه. ف عادل هو انت اصلا تعرف حسين فهمي؟ شفته قبل كده يعني؟ بقى بزميتك ده مقطع السمكه وديلها ده معفن. لا يا ماما لا، ده كان شبه حسين فهمي بس هو شويه حوادث حصلت له يعني. يلا خش بقى، عايز اروح لاصحابي بقى. يلا اكيد طبعا بقى، الواد ده اللي قاعد عمال يحف هناك ده اللي قاعد جنب رمزي، هو ده العلامه اللي كان بيطلع على طول الاول، اللي هو اسمه سامر بايت. هو برافو عليك، شفتي بيبان على طول من نضارته ومن طريقه اكله، هو بغباوته بسحنته يعني. يلا خش بقى خش بقى. يلا بقى يا رانيا. الله انا مش كنت سايبك مع اصحابك. منورينا يا رجاله والله. خليك معايا. اهلا وسهلا.
انا قلت اجي اسلم على اصحاب عادل ابني. اهلا ازيك يا حجه. اهلا وسهلا يا ابني. حجه خدي افتحي لي المطوه دي نوبه ثواب. مطوه ايه يا ابني؟ حجه ما تخافيش يا ماما، يعني